السهرة تاع اليوم هي سهرة تاع الاحتفال تاع عملية الختان تاع مرضى الهيموفيليا. وعلاش درنا هذه السهرة؟ باش نقولوا بلي الأطفال اللي عندهم الهيموفيليا ثاني يقدروا يديروا عملية الختان، ماشي زعما ممنوعة عليهم اكسيتيرا. حنا حبينا نبينوا في هذا اليوم دو شوز. دابور عملية الختان راهي بوسيبل عند الأطفال اللي عندهم الهيموفيليا، وثاني درناها في ليلة 27 باش نبينوا بلي في ليلة 27 ما نسحقوش نديروا عملية الختان، نقدروا نديروا الاحتفال جوست لا سيليبراسيون تاع عملية الختان. الأطفال اللي جبناهم اليوم عندنا تقريبا 25 طفل تختنوا على العام، تسمى أباغتيغ دو لافان فان دو لاني 2023 حتى لمارس 2024 داروا عملية الختان، تسمى تختنوا برا وكامل. جبناهم اليوم باش يديروا، درنا لهم اون سيريموني بالزورنا افيك لا بريزونس دو مينيستير دو لا سونتي لي ميدسان تريتون تاعهم لي فامي. تسمى درناها سهره بوغ ديستريسي، باسكو الطفل كي يكون عنده ليموفيلي لازم يدخل لوبيتال، لازم له استشفاء، سافو دير يلفو اون اوسبيتاليزاسيون، لازم يديروا له لي زانجيكسيون تاع الفاكتور 8 فاكتور 9، سي ان بو تروماتيزون. باش نحو عليهم هذاك لو ستريس درنا لهم اليوم لا سيليبراسيون جوست بور لي ديستريسي او ميم طون بور ديمونتري كو ليلة 27 ما راهيش داير، ما لازمش تكون ليله تاع الختانه، تكون ليله تاع لا سيليبراسيون، لانه ما كاش حاجه في الدين تقول انه عمليه الختان تدار في ليله 27. ما كان حتى حديث لا في القران لا في الاحاديث تاع السنه اللي تقول اللي تبين ان عمليه الختان هذه اجباريه في الدين الاسلام اولا، وثانيا ما كاش حاجه تبين انه ليله 27 فيها بركه كي نديروا عمليه الختان. دونك حنا ما نوصيو الاولياء tout le monde, tous les parents, toutes les familles algériennes, باش ما يديروش عملية الختان في شهر رمضان، يقدروا يديروها على العام، باسكو اون بو افواغ دي زونفون هيموفيل ما نعرفوش، لأن الهيموفيليا هذه ما تبانش غير في لي فامي اللي عندهم ليموفيلي. كاين دي كا وين تجي عن طريق طفرة وراثية، سي دي كا سبوغاديك، وين تبان في لا فامي سون كي يو دي زونتيسيدون اوباغافون. دونك وقتاش نعرفوا بلي الطفل عنده ليموفيلي، خاصة كي نختنوهم كي يكونوا صغار، justement lors d'un traumatisme. Mais la circoncision, c'est un acte chirurgical, donc c'est traumatisant. Donc, dû qu'il y a un saignement, on pourra savoir si l'enfant est hémophile. Bصح حنا مادام هذا عملية الختان فيها نزيف، حبيناها تكون نعمة على الأطفال ما تكونش نقمة. على جال كي نديرو عملية الختان في سن مبكرة، سورتو في لي بروميي جور دو نيسونس، ما نديروش تحاليل طبية، الطفل المصاب بالهيموفيليا وين ما كاش سوابق في العائلة يقدر بعيد الشر يقدر يموت، وحالة وين لحق لا ترونسفيزيون ألوغ كيلي تو بوتي، سيتي نوفو ني، حنا حبينا نتفاداو هاد الأمور. دونك مادا بينا عملية الختان تندر على العام كامل، ما تندرش غير في رمضان، اي او ميم طون نتبعوا توصية تاع وزارة الصحة، لازم ان اونفون كيلكو سوا لونفون لازم يدير تحاليل طبية.